السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. عايزكم في موضوع كده قبل ما نخش في الشغل. طبعا الكلام في الموضوع اللي انا عايزكم فيه طويل جدا، ولكن انا بختصره على قد ما اقدر، وباختصار شديد جدا انا وقفت الاعلانات على اليوتيوب. يعني خلاص مفيش اعلانات تاني هتظهر على فيديوهات اليوتيوب على قناة فنان مصر. طبعا انا كان كل دخلي وكل ارباحي من الاعلانات اللي كانت بتظهر دي، بس كده خلاص يعني وقفنا الاعلانات، كنت خلاص هوقف شغل على القناة. ولكن في حد اقترح عليا ان انا اعمل شغل للمنتسبين في القناة، الناس اللي هتدعمني من خلال خاصية الانتساب. ده طبعا بيكون باشتراك شهري، هم بيشتركوا في القناة اشتراك شهري. طبعا هتلاقي خاصية الانتساب شرحها موجود برضو، طريقتها سهلة جدا انك تنتسب في القناة. ولكن انا برضو يعني انا عايز افيد كل الناس، فهعمل فيديوهات عادي خالص وهنزلها لو لقيت دعم من خلال خاصية الانتساب، لو لقيت ناس انتسبت في القناة. مفيش ناس انتسبت في القناة او انتسب قلة قليلة خالص، يبقى للأسف هضطر ان انا اشوف شغل تاني غير شغل اليوتيوب، وهنزل فيديوهات او هتابع مع الناس المنتسبة في القناة. لو كان عددهم قليل فبالتالي الشغل هيكون بسيط وقليل، فهشتغل على قد الناس المنتسبين في القناة بس. لو عايز تعرف بقى انا ليه وقفت اعلانات على اليوتيوب، فزي ما قلت لك الكلام في الموضوع ده طويل شوية، بس مفيش مشكلة. لو عايز تعرف اكتب لي في التعليقات وهقول لك انا ليه وقفت اعلانات على اليوتيوب. يلا بينا نبدأ في الشغل. هنرسم على الباب ده 4 5 وردات. طبعا اي رسمة هترسمها في اي مكان لازم تحددها الاول، سواء بالقلم الرصاص زي ما انا عامل كده او بالطباشير، بس انا بحب احدد بالقلم الرصاص بيكون احسن واسهل، وكمان تقدر تستخدم الاستيكة في الاخطاء لو عايز تمسح حاجة. بص يا سيدي، لو انا شرحت لك بالقلم الرصاص مش هتفهم، لان الرصاص مش واضح قوي، فمش يعني الشرح مش هيكون باين، بس انا حبيت اشرح لك بالالوان على طول. هنرسم الورد ده بلون واحد بس، اللون البني. هنركز على الاماكن اللي فيها ظل، اللي فيها تكوين اللون، وهنحط فيها اللون، وهي الوردة ان شاء الله هتظهر اول ما هنعمل الكلام ده. ركز معايا، الوردة كلها عبارة عن ورقة واحدة. الوردة كلها ورقة واحدة بس. طيب بص كده، شايف ده اول جزء في الورقة. الورقة عاملة شكل من هنا كده اهو، ولفة من هنا كده، تمام. هي الورقة جاية كده وعاملة شكل من هنا، اللي هو الشكل اللي هو التمانية الصغير ده ولا السبعة، وجاية من هنا ولفة اللفة دي، تمام. حطها في دماغك بقى كده، بداية الورقة ونهاية الورقة ما ينفعش يفضلوا كده، ما ينفعش، لازم تنزل بالخط الطولي. ده نهاية الوردة الورقة، وده بداية الورقة، وده الجنب التاني بتاع الوردة. وأي زاوية لازم برضو تعمل فيها الخط الطولي، دي زاوية اهي. الأماكن بقى اللي فيها ظل أو اللي فيها تكوين اللون، طبعا في الجزء اللي تحت الوردة من تحت بتكون لفة، لفة الورا، فبيكون فيها ظل أو فيها تكوين لون، ومن على الجناب عشان تبين الدوران بتاع الورقة. طبعا احنا هنعمل فروع وهنعمل كل حاجة، بس بنرسم الورد الأول زي ما انت شايف كده من على الجنبين، بنعمل شوية ظل أو بنكون اللون شوية على أساس إن اللون اللفة بتاعت الورقة تبان معانا. عندنا برضو الجزء ده قافل على الجزء اللي فوق ده، فهنعمل من هنا كده ظل خفيف، والعمق بتاع الوردة نفسه برضو طالع منه ظل بالشكل ده. ممكن تستخدم صباعك تسيح باللون كده، ممكن بالفرشة، في كذا طريقة، ممكن بسفنجة، بحتة قماشة، في كذا طريقة. اغلب سؤال بيجيني بقى في التعليقات وبيجيني من الناس، ايه هي انواع الفرش اللي انت شغال بيها؟ يا جماعه اي فرشه تنفع تشتغل، انت هات فرشه بس شعرها ملموم مظبوط، ما تكونش شعرها منعكش، واشتغل بيها، ما فيش اي مشكله. ما تربطش نفسك بنوع معين تشتغل بيه ولقيته هتشتغل، ما لقيتوش مش هتشتغل، ما ينفعش، اي نوع فرشه يشتغل.
طبعا تقريبا كده الوردة شكلها ظهر، فاحنا مش عايزين ندخل الوان كتير لان ده باب برضو، فالباب بنحب نخلي فيه اللي هو ايه، يبقى اللون واحد افضل. طبعا هنعمل بقى ايه باقي الورد بنفس الطريقة، الاماكن اللي فيها ظل او اللي فيها تكوين لون هنحط فيها الالوان بالطريقة ديت، وهنعمل الكلام ده في الاربع وردات الباقيين. خد بالك هنا في دوران يمين كده، فبتمشي بالظل مع الدوران كده اهو، هنا في دوران الجنب التاني فبرضه بتحاول تمشي بالظل او بتكوين اللون برضه بنفس الدوران اهو. بنفس الطريقه وبنفس الخامات، وهتشتغل في الفروع بس باللون الاسود. طبعا هنشتغل بورنيش خفيف جدا، حاول تخف الورنيش على قد ما تقدر. هنشتغل بالفروع زي ما انت شايف كده، برضو هنعمل تكوين لون او هنحط اللون من على اليمين ومن على الشمال عشان نبين ايه، نبين لفه الفرع، الفرع معانا يبان ان هو لافف تمام. وزي ما قلت لك هتشتغل بالورنيش خفيف، الورنيش يكون خفيف، وهتحط عليه سنه مركز اسود، كميه بسيطه جدا من المركز الاسود، ما تحطش كتير تمام عشان تقدر تسيح فيه زي ما انت شايف كده. بتحط اللون في الاماكن اللي انت متوقع ان هي هيكون فيها ظل او هيكون فيها عتمه. طبعا الفرع من هنا بيكون تحت الورده، فطبيعي ان هو يكون فيه تكوين لون او يكون فيه ظل في المنطقه دي، فبتحط برضو لون او بتحط ظل تحت الورده عند اول الفرع من فوق كده. طبعا اللي بيبين لك بقى ان الفرع ده فوق الفرع ده والفرع ده تحت الفرع ده التخطيط اللي بالرصاص اللي انا كنت قايل لك عليه في الاول خالص. لازم انت بتخطط في الرصاص تكون عامل حسابك ان الفرع ده فوق الفرع ده، فوانت شغال في التلوين ما تعديش على الفرع ده عشان كده هتبوظ الفرع ده، تيجي لحد الفرع ده وتقف علشان الفرع ده هيعدي عليه وتكمل الفرع ده من تحت ومن هنا كده. لازم تكون فاهم النظام ده كويس وانت بتخطط بالرصاص في الاول.